الأسبوع الماضي حكيت عن موضوع كتير مهم وهو العبادة. يعطيكم العافية. العبادة. ونحن بسلسلة في سفر الرؤيا، واليوم العظة الخامسة، وموضوع اليوم هو الغلبة. الغلبة. شو حلوة كلمة الغلبة. لكن هذا الموضوع أخوتي صعب. هذا الموضوع مكلف. هذا الموضوع للجديين. كنت بتمنى أحكيكم رسالة عاطفية لوقت معين وأوعدكم بأمور زائفة، لكن ما بقدر. أمانتي لكلمة الرب بتجبرني أن دايما أقدم الحق قد ما كان هيدا الحق مكلف. مكلف. فالجدي اللي بياخد إيمانه على محمل الجد، المؤمن الصادق، هو يلي بيتفاعل مع هالكلمة اليوم وبيتأثر فيها، لأنه من لدن الله إلى قلوبنا، خاصة للجديين. للجديين. موضوعي الغلبة، والعنوان اللي رح أتأمل فيه، كيف يغلب المؤمن؟ كيف يغلب المؤمن؟ كلكن معي؟ كيف؟ كيف بيغلب المؤمن؟ كيف؟ قبل ما نسأل كيف، بدنا نعرف مين بيغلب مين؟ على مين عم نحكي؟ غلبة على من؟ وبحسب سفر الرؤيا، التعابير المستخدمة هي الغلبة على الشيطان، على التنين، على الوحش، على الحية القديمة، على المشتكي، على إخوتنا، على الشيطان، على هذا النظام الشرير الموجود في العالم. برؤيا 15 بيحكي على الغالبين، عن الغالبين على الوحش وصورته وسمته وعدد اسمه. برسالة يوحنا بيحكي عن الغلبة على العالم الفاسد الذي يديره الشيطان. فعم بحكي عن هيك نوع من الغلبة. هلا مش عم نلعب دائما نحن وحدا وبدنا نغلبه، ولا عم نلعب فوتبول. هلا عم ندخل بأمر مصيري تاريخي بيأثر على حياتك وأبديتك، فيجب أن تصغي بانتباه، لأن الكلام جوهري، كياني مهم، مصيري، ويؤثر على حياتنا. كيف نغلب في سفر الرؤيا؟ سأخذكم في رحلة في سفر الرؤيا، في شوارع وبساتين هذا السفر، لنتعلم حقائق جوهرية أساسية، ربما مكلفة لكن ضرورية، إذا بدنا نكون أمنا لكلمة الرب إنه ندخل فيها. موضوع صعب. إذا تأملنا بالفصلين الثاني والثالث من سفر الرؤيا، المسيح عم يتكلم مع الكنيسة 7 مرات، بيستخدم كلمة يغلب عن الكنيسة 7 مرات. فيقول بالفصل الثاني والعدد 7: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. بدك شركة مع الله أبدية؟ بدك تريد حياة أبدية مع الله؟ بعرف صعب، لأنه نحن عايشين بعالم منظور، بهمنا المرئي المادي، ما منفكر بالأمور الما وراء المادي، منفكر شو فيه على هالأرض، ما منفكر بالأبدية. لكن تريد الأبدية يلي زرعها الله في قلبك، اللي بدك تغلب، بدك تنتصر. بعدين بالعدد 11 من الفصل الثاني بيقول: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ما بيروح إلى الجحيم، ما بيروح على النار، المن يغلب. بعدين بالعدد 17: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن. 26: ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم. رؤيا 3:5: من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضة، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، سأعترف باسمه أمام أبي وأمام الملائكة. من يغلب، رؤيا 3:12: فسأجعله عمودا في هيكل إلهي. رؤيا 3:21: من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. في وعود مقدسة، في بركات الله يعطيها لمن يغلب. بدك هالبركات؟ بدك هالأبدية؟ بدك كل هالنعم؟ يجب أن تدرك معنى ومفهوم الغلبة بشكل صحيح، لأنه إذا غلبت رح تحصل على هوكلهم. إذا بدك الغلبة يرفع إيدك، فرجيني إيدك إذا رغبان إنه بدك تغلب، بدك تغلب، بدك تغلب. طيب هوني ما بيقلنا كيف بدنا نغلب،
كل هالايات بيقول من يغلب من يغلب. طب كيف منغلب؟ اخر ايه ريت عليكم في جواب على كيف نغلب، بيقول من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي. اقروا معي، كما غلبت انا ايضا وجلست مع ابي في عرشه. يعني اذا منعرف كيف يسوع المسيح غلب وبعمل مثله، انا بغلب. طيب كيف غلب يسوع المسيح؟ قبل ما ادخل بهالمساله بدي افتح مزدوجين، هلا بدي اعلمكم مبدا موجود بسفر الرؤيا وبعدين ادخل بدرس للنص. المبدا هو انه بانشاء سفر الرؤيا، يعني الاسلوب الانشائي يلي نوضع فيه سفر الرؤيا، في طريقة هدفها التشويق وبيذكرها الكتاب، وأنا بدي سميها التجاور، والمقصود فيها بحط فكرتين، فكرة مجاورة لفكرة أخرى، حد فكرة أخرى، واحدة إلى علاقة أحياناً بالسمع والنظر والتاني بالنظر، حتى يوصل فكرة جديدة تعيد صياغة الفكرة القديمة وتوضح الفكرة القديمة يلي نابعة من تقليد يهودي قديم. وفي ضوء موت وقيامة يسوع المسيح، سفر الرؤيا بهالكشف الجديد هم يعطيني معنى جديد لهالحقائق القديمة في ضوء موت يسوع المسيح على الصليب. رح أعطيكم مثل. مثلاً برؤيا 21:9 بيقول ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجمات المملوة من السبع ضربات الأخيرة وتكلم معي. هلأ شو عم يعمل يوحنا؟ عم يسمع، برافو. تكلم معي قائل هلما فأريك العروس امرأة الخروف. قال له تعا بدي فرجيك العروس، في عريس بدي فرجيك عروستك. قديش حلو العريس يلاقي عروسته، مش هيك؟ والعروس عريسة. فشو بيصير هنا؟ وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم وأراني، هلأ عم يقشع، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله. فسمع أنه بده يشوف عروس، وشو توقع؟ يشوف صبية حلوة بثوب أبيض، صح؟ لكن يلي شافه هو المدينة العظيمة يلي بالسياق تمثل شعب الله في القديم والجديد، يعني الكنيسة الكونية. يعني توقع يشوف عروس لها العريس شخص معين، لكن يلي شافه أن الخروف عنده الكنيسة كلها هي عروسة يسوع المسيح. رأى شيء، سمع شيء، ورأى أمر مختلف. هلأ برجع لحتى جاوب عن السؤال كيف غلب المسيح، كيف غلب المسيح. فلما تفهموا كيف غلب المسيح بعدين بنفهم كيف نحن بدنا نغلب. افتحوا مع سفر الرؤيا الفصل الخامس ابتداء من العدد الأول. ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق؟ مين اللي غلب؟ مين اللي غلب يلي بيستحق؟ مين اللي انتصر؟ من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. فصرت أنا يوحنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ انتبهوا لا تبكي، هو ذا الأسد قد غلب الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبع. فهنا عم يسمع عن أسد، فقال لي، قال لي لا تبكي، عم يسمع عن أسد. والسياق إذا بتعرفوا الوصف الموجود بالتقليد اليهودي القديم يلي ما عندي وقت أدخل فيه بتكوين الفصل 49 وأماكن أخرى، منعرف أنه الوصف هنا عن هيدا الغالب هو قائد سياسي قومي عسكري مشيحاني بده يجي ويغلب الأمم بالسيف. هيدا هو المشهد من العهد القديم. هيك سمع. وبعدين شوفوا شو فيه بالعدد السادس. الورائيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. يعني تمت الغلبة، توقع أسد لكن شاف شو؟
خروف. اتوقع انه الاسد بده يهجم بحرب عسكريه وينتصر، لكن هيدا الاسد انتصر انما بالطريقه الالهيه، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. فالمسيح انتصر كون الاسد، لكن كخروف ذبح على الصليب من اجلك، لانه لما المسيح مات على الصليب انتصر على الشيطان. لماذا؟ لانه فك قيدك واعطاك حياه ابديه وخلصك وحررك واطلقك من اسرك وغفر خطاياك ومات عنك وانتصر على الموت وداس الموت وقام من بين الاموات منتصرا الى ابد الابدين. امين. فليس بهجوم الاسد العسكري اتحقق الانتصار، إنما بذبيحة الحمل. ويلي بيفهم الحقيقة المتناقضة بسفر الرؤيا بيفهم معنى ما صنع يسوع من أجلنا. وبالعدد التاسع بيقول من نفس الإصحاح، عم تترنم الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، يقولون مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت الآخرين، ذبحت العكس تماما، ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. الغلبة على إبليس تحققت بموت المسيح على الصليب، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. هيدا الكلام غريب بمجتمعاتنا، لأنه ليس بالحرب نحقق الانتصار، إنما بموت المسيح على الصليب من أجلنا بدم يسوع المسيح. هذا الكلام صعب ببلادنا، لأنه الكل بفكر بطريقة فيها عنف وقتل ودمار وخراب، لكن الحقيقة النصرة هي بالسلام وبما صنع يسوع من أجلنا على عود الصليب. شوفوا الجواب الثاني لسؤال كيف غلب المسيح، كيف غلب يسوع، وتابعوا معي، الأمر مشوق وفي أمور مهمة رح تكتشفوها هلأ. الفصل 17 العدد 12، الكلام عن المرأة الزانية والوحش. روما الإمبراطورية في القديم الشريرة، وكل إمبراطورية بتتصرف وبتسلك، كل نظام بيسلك بنفس الطريقة يلي سلكت فيها الإمبراطورية الرومانية. هلو العشرة القرون التي رأيت هي عشرة ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانهم كملوك ساعة واحدة مع الوحش. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. انتبهوا معي، هؤلاء سيحاربون مين؟ الخروف. والخروف شو بيعمل؟ يغلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. والخروف يغلبهم. كيف؟ كيف؟ مش مكتوب، مش قيلنا، مش عارفين. طيب لماذا؟ لأنه رب الأرباب وملك الملوك. نعرف لماذا؟ لأنه هو رب الأرباب، ملك، مين بيقدر عليه؟ طيب كيف غلب رب الأرباب وملك الملوك؟ كيف؟ هل وردت عبارة رب الأرباب وملك الملوك بمكان آخر بسفر الرؤيا تعطينا إيضاح وتوضيح كيف غلب يسوع المسيح؟ الجواب هو نعم. هللويا. إذا بتروحوا على سفر الرؤيا 19-11-16، التقليد اليهودي، التوقعات اليهودية أخوتي هي على الشكل التالي، إنه ملك الملوك رب الأرباب بيجي يوما، هو المسيح المنتظر، رح يجي على فرس، رح يجي لحتى يحارب الأمم بالسيف، رح يجي ويقتل الأعداء وينتصر ويحقق نصرة الله على الأرض، ورح يسفك دم الأشرار والخطاة ويملك هو. هيدي التوقعات القديمة اليهودية. هلأ نجي على الرؤية 19 والعدد 11، ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض. رأيت السماء مفتوحة، عم بيشوف شيء هلأ. وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا. انتبهوا لكلمة فرس، علامة أنه في حرب، الفرسان للحرب. وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، في حرب، في حرب. وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، يعني انتصر، انتصر، عمل حروب وانتصر فيها. وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم. لما واحد ينصاب بينزف، شو بيصير فيه على ثوبه؟ دم.
في قتل ويدعى اسمه كلمة الله. والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض، كان عنده جنود لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف. انتبهوا لكلمة سيف، سيف ماضي في حرب لكي يضرب به الأمم. وروحوا للعدد 16، وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب. ها رجعنا، ملك الملوك ورب الأرباب. وهنا في جواب كيف هو بينتصر، كيف هو بينتصر. طيب، هل في عنا لغة حرب هنا؟ نعم. هل في فرس؟ نعم. هل في دم؟ نعم. هل في سيف؟ نعم. لكن شوفوا القراءة الجديد، الكشف الجديد، الإعلان الجديد لهيدي الحقيقة الموجودة بالتقليد اليهودي القديم. شوفوا الانتصار كيف بيصير في حرب. نعم، لكن الفرس شو لونه؟ أبيض، مش أحمر، مش دم، مش أسود. بعدين هل في سفك دم؟ هل في ثوب مغموس بدم؟ نعم، لكن ثوب من هذا؟ ثوب يسوع المسيح، مش هو عم يقتل الآخرين، هو اللي مذبوح. طيب هل في سيف؟ نعم، لكن من وين بيخرج هذا السيف؟ حامله بإيده؟ شو رأيكم؟ من أين؟ بيخرج من فمه، فهو الديان. يعني نفس لغة الحرب الموجودة في العهد القديم، لكن أعيد صياغتها في ضوء موت يسوع المسيح وقيامته، ليعلن لنا أنه هيدا يلي ذبح على الصليب مش رح يجي يوم ويذبح الناس، إنما هذا الأمين الصادق رح يجي يوم يكون العادل الديان يلي بيدين العالم كله بكلمة فمه، وليس باستخدام العنف والقتل والذبح وأزية الناس. صح؟ هذا البعد الجديد، المفهوم الجديد يلي فيه منتوقع حرب مادية في آخر الزمان، يعيد صياغتها بشكل جديد ليقول لنا نعم يوجد دينونة، لكن هيدي الدينونة هي دينونة الله على الشعوب بكلمة فمه، بسيف فمه، بطريقة غير متوقعة ينتصر الأسد، إنما كأنه خروف مذبوح يعطي حياته من أجل الخليقة. له سيف ولكن يخرج من فمه. وكم من مرة بقلكن السيف الكلمي أيام بيكون أقسى ومؤلم أكثر من السيف الذي يمسك باليد. ما تتوقعوا بآخر الزمان يعني الله بده يبعث ناس وبالسيوف يقتل العالم، الله مش هيك بدين. نحن منوقف قدامه عيني لهيب نار، كلمة منه بديننا. من هيك سؤالي لإلك، هل أنت محمي من الدينونة؟ هل أنت غالب لحتى ما تختبر هذه الدينونة؟ دينونة الإله يلي بده يدين العدل الأرض كلها، المسكونة كلها. انتبهوا، المؤمن لا يدان مثل غير المؤمن. غير المؤمن يدان بالهلاك الأبدي، أما المؤمن يقدم حساب لكل كلمة، لكل فعل، لكل عمل قام به. غلب المسيح كيف؟ بموته النيابي على الصليب. هو الشاهد الأمين هيدي لما تجسد، وجاي اليوم يلي فيه رح يغلب، ورح تتم الغلبة بشكل كامل ومطلق بدينونته، بدينونته العادلة على الأشرار، لأنه هو أيضا القاضي الديان. وهلأ السؤال، كيف يغلب المؤمن؟ كيف المؤمن بيغلب؟ انتبهوا، المسيح انتصر من خلال الشهادة ومن خلال موته. بداية السفر بقول هو الشاهد الأمين بكر من الأموات، رئيس ملوك الأرض الذي أحبنا، مش راح وقتلنا، لا، الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. انتبهوا لعبارة ملوكا وكهنة، هلأ بنرجع له. لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين، أمين. طيب كيف أنا بنتصر؟ كيف أنا بغلب؟ بتحب تغلب؟ اسمع المشهد بالرؤيا، عندي مشهدان بدي أذكرهم لألكم. المشهد الأول هو من سفر الرؤيا الفصل السابع، ونحن بهالمشوار في سفر الرؤيا، هلأ نحن برؤيا 7. انتبهوا لعبارة سمع ونظر، من هيك عم بذكر هذا النص، تذكروا أسلوب المجاورة يلي حكيت عنها. بالعدد الأول، وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. هودي الرياح مثل زوابع يلي بدهم يجوا على العالم، والملائكة عم يحموا الأرض من هالزوابع.
ورأيت ملاكا آخر طالعا من المشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض والبحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. وهلأ انتبهوا لكلمة وسمعت عدد المختومين 144,000. تقليد اليهودي، عم يسمع شو التقليد علموا كل هالسنين. مختومين من كل صبت من بني إسرائيل، من صبت يهوذا عنا 12,000 مختوم، من صبت راوبيم، من صبت جاد، من صبت أشير، من صبت نفتالي، وأخيرا من صبت بنيامين 12,000 مختوم. فسمع عن عدد المختومين 144,000. ولو عندي وقت أخذكن على رؤيا 14 بساعدكن تشوفوا أنه هال 144,000 هن جيش وكلهم ذكور، جيش وكلهم ذكور، لأنه بقول عنهم لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار، يعني مخصصين حتى يخوضوا هالحرب فما تنجسوا مع النساء. هن جيش مؤلف من 144,000 يلي بدهم يجوا مع المسيح ويخوضوا هالحرب وينتصروا على الأعداء يلي هن مختاري الله، مختاري الله. لكن شوفوا شو في بالعدد التاسع، هو بعد هذا نظرت، هلا عم ينظر، سمع 144,000 هلا عم ينظر، وإذا جمع لم يستطع أحد أن يعده. هاليلويا. من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفين أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل علامة الانتصار، انتصروا، غلبوا بدنا نغلب مثلهم. وهم يصرخون بصوت عظيم، اسمعوا شهادتهم وعبادتهم: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. العدد 13، وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم؟ ما بيعرف. ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. يوحنا ما بيعرف، وبيعرف أن الشيخ اللي عم يسأله بس حتى يساعده يفهم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم، هود انتصروا، وبيضوا ثيابهم في دم الخروف، من أجل ذلك هم أمام العرش، يعني هم انتصروا، هلأ هن أمام العرش، ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يحل فوقهم، لن يجوعوا لن يعطشوا، لا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر. ليش؟ لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيوننا ومن عيونهم. بتحب تختبر هالحقيقة؟ لا تجوع لا تعطش، يسوع يرعاك، يمسح كل دمعة من عيوننا. طيب كيف غلبوا؟ سمع عن 144,000 جيش بده يهجم، لكن يلي شافوا شاف جماعة من كل قبيلة وأمة ولسان، هود اللي انتصروا. وكيف انتصروا؟ بالسيف، انتصروا بأنه كبوا قنابل عنقودية وجرثومية كيف انتصروا؟ بدم يسوع المسيح، لأنه غسلوا ثياب وبيضوها بدم الحمل، اختبروا هالانتصار لما اجوا والتجأوا إلى يسوع المسيح وأعطوا حياتهم ليسوع المسيح. تريد الانتصار؟ تعال إلى يسوع. تريد الخلاص؟ تعال إلى يسوع. بدك الحرية؟ شو بدك؟ الحياة الأبدية، هو الحياة، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة شو؟ ما فيها تغلب وما فيها تنتصر عليه. فإذا بدك نور الحياة تعال إلى يسوع، ما بقى تأجل، هو واقف على باب قلبك يدق الباب، أرجوك افتح، ادخل يسوع إلى حياتك. المشهد الثاني من الفصل 12، الأعداد 7-11، كلام كتير دقيق ومهم. تبهوا: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فشو صار؟ فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته الأشرار، يعني الشيطان الشرير الحي القديم الوحش التنين البدك كلهم، لوين انطرحوا؟ أهلا وسهلا،
اجوا لهون. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا. طيب هاو إخوتنا، طيب وهن كيف غلبوا؟ وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها. هللويا. كيف غلبوا؟ بسبب دم الخروف غلبوا موت يسوع من أجلهم، وبواسطة شهادتهم حتى الموت كان عندهم استعداد يشهدوا عن يسوع المسيح، ليسوع المسيح، حتى إذا اضطر أن يموتوا لأجله هن ما عندهم مشكلة، وهيك غلبوا الخروف وانتصروا عليه. فيوحنا بالرؤيا عم بيقول لما بتعيش تحت نظام شرير فاسد عم بيديروا الشيطان ماذا تفعل؟ عم بيقول مش ليس المطلوب منك انك تحارب بالسيف. الكنيسة ما بتحارب بالسيف. الحروب الصليبية أشنع خطية عملناها في تاريخنا. القتل بالسيف باسم المسيح هذا غير مقدس إطلاقا. الدولة هيدي مسؤولية الجيش، لكن الكنيسة عملها شو تعمل؟ تشهد عن يسوع المسيح. فبالرؤية عم بيقول إنه ضمن هالإمبراطورية إذا في فساد نحن ممنوع نقاوم بالسيف. نحن كنيسة. ولا عم بيقول يوحنا ما تقاوم، روح اقعد بالبيت، تخبى بالمغاير، انزوي، اقعد ببيتك وما تحكي ابدا. عم بيقول قاوم قاوم قاوم، لكن بشهادتك، بسلامك، بمحبتك، بغفرانك، بامانتك، بثباتك حتى النهايه. واجه الظلم، واجه التعدي، ما تقبل بالظلم، اياك، رفض هالحقيقه، واجهها لكن بالمحبه، لكن بالسلام، لكن بالغفران. إذا أنت مضطهد ببيتك، بكنيستك، بحياتك، وين ما كنت، مع جيرانك، بعملك، إذا أنت عايش بمكان وعم تشعر في ضغط عليك، اضطهاد، إذا أنت عايش بمكان في ظلم من حولك، إياك أن تهدأ، إياك أن تسكت. ما تقبل أنه المجتمعات الموجودة تخدر ضميرك. خلي ضميرك حي، لأنه الكنيسة ضمير العالم. ونادي بيسوع المسيح وشهاد عنه، واجه الظلم حتى ولو كانت الكلفة حياتك، حياتك. هيك عم بقول. فنحن نقاوم لا بالسيف بل بثباتنا وأمانتنا وشهادتنا. هل عم نحارب الظلم هالأيام؟ هل عم نحارب الفساد هالأيام؟ إياكم تسكتوا عن الظلم وعن الفساد. طيب هلا لحتى ما غشكم بدي وصلكم رسالة كما هي. هل بيغلب الشيطان في سفر الرؤيا؟ شو رأيكم؟ تبهوا معي. في عندي نصين. أول شيء رؤيا 11. ركزوا معي حتى نجاوب عن هالسؤال: هل يغلب الشيطان في سفر الرؤيا؟ العدد الرابع من الفصل 11 الكلام عن الشاهدين. هو الشاهدين هني هيدا مثل، كيف أمثال الرب يسوع المسيح، اعتبروه هيدا مثل، يشير يرمز إلى من؟ إلى الكنيسة، الكنيسة الكونية، العهد القديم والعهد الجديد. الهذان هما الزيتونتان والمنارتان بالعدد الرابع. وكلمة المنارة مثل ما بتعرفوا تشير إلى الكنيسة. القائمتان أمام رب الأرض. العدد الخامس: وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما، وإن كان أحد يريد أن يؤذيهما فهكذا لابد أن يقتل. هذان لهما السلطان أن يغلقا السماء. الله بيستجيب لهم حتى لا تمطر مطرا في أيام نبوتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم. نبوتهما ها؟ هن كنيسة شاهدة عم تتنبأ، عم تنطق بكلام الله في المجتمع يلي عايش فيه. وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا. انتبهوا للعدد السابع: ومتى تمما شهادتهما فالوحش الصاعد من الهاوية شو بيعمل؟ سيصنع معهما حربا ويغلب، يحيل كلمة، ويغلبهما ويقتلهما.
وبالعدد 11 إذا بتنطوا معي العدد 11، ثم بعد ثلاثة الأيام والنصف فترة الضيقة دخل فيهما روح حياة من الله فوقفا على أرجلهما، ووقع خوف عظيم على الذين كانوا ينظرونهما، وسمعوا صوتا عظيما من السماء قائلا لهما صعدا إلى هاهنا، فصعدا إلى السماء في السحابة ونظرهما أعداؤهما، وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة وأتت دينونة الله. ولما نتأمل بهذا النص منشوف أنه الشيطان شو عمل؟ غلبهم وقتلهم. خليكن معي هلا هيدا الفصل 11، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم الفصل 12. الفصل 11 الشيطان عمل حرب وغلب، هلا الفصل 13 الكلام عن غير المختونين، وسجدوا للتنين العدد الرابع الذي أعطي السلطان للوحش، أعطى السلطان للوحش، وسجدوا للوحش قائلين من هو مثل الوحش ومن يستطيع أن يحاربه، العدد السابع وأعطي أن يصنع، ركزوا معي، حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة، فسيسجد له جميع الساكنين على الأرض ما عدا الذين ليست أسماؤهم مكتوبة منذ تأسيس العالم في سفر حياة الخروف الذي ذبح. شو عم نشوف بالفصل 11 و 13؟ عم نشوف إنه الشيطان عم يعمل حرب وعم يغلب، صح؟ وإياكم تفكروا إنه المقصود بهالكلام كله إنه تارة الشيطان بيعمل حرب وبيغلبنا، وتارة أخرى نحن بنعمل حرب وبنغلبه، وكأنه فوت في جول وفوت في جول، مرة أنا بعمل حرب مرة هو بيعمل حرب، مرة بيغلبني مرة أنا بغلبه. أبداً مش هيدا المقصود، أرجوكم انتبهوا معي لحتى تفهموا شو المقصود، هي أهم نقطة في عظتي. المقصود هو ما يلي، إنه مثل ما إنه المسيح على الصليب لما علق على الصليب فكر الشيطان إنه هو هزم ملك المجد، الملك المسيح هزمه على الصليب، انتصر عليه. أما الحقيقة هي إنه يسوع بنفس العمل، عمل الصليب، شو عمل؟ دعس الشيطان وهزمه، صح؟ نفس الشيء المؤمنين، المؤمنين بالرب يسوع المسيح إذا عايشين شهادتهم والشيطان تخلص منهم وقتلهم، بفكر الشيطان إنه هو انتصر على الكنيسة، لكن هيدا الموت هو بذار لامتداد الكنيسة. وأكثر من هيك، هيدا الحدث موت المؤمن، هيدا الحدث بحد ذاته في آن واحد هو إعلان إنه هيدا المؤمن غلب، لأنه ما خاف وما هيب من الموت، لأنه رب الحياة ساكن بقلبه وقادر ينتصر على الموت بيسوع المسيح الذي فيه. بكلام آخر، هيدا الملك يسوع المسيح اللي كان متوجه نحو الصليب، هو عم يتقدم نحو الصليب كان عم بفكر الشيطان انه هلأ هو رح يهزم المسيح على الصليب. ولما تعلق المسيح على الصليب هو الملك، بيقول عن حاله أتت الساعة لتمجيد ابن الإنسان، مجد ابنك لكي يمجدك ابنك أيضا. بكلام آخر، الصليب يلي هو هزيمة بفكر الشيطان هو إعلان مجد ليسوع المسيح، لأنه أعطى حياته بالحب من أجل البشرية، ونحن نعطي ولائنا وحياتنا ليسوع لأنه أعطى حياته على الصليب من أجلنا. يسوع المسيح لما على الصليب أعطي تاج من شوك، كان يكلل أمام الآب السماوي بالمجد والكرامة لأنه تمم خطة الآب وأعطى حياته من أجل الإنسان. يسوع المسيح لما علق على الصليب بنفس هيدي اللحظة يلي مفكر الشيطان إنه هو عم يغلب، كان في عنوان بلخص حياته كلها، ملك اليهود. فيسوع المسيح هو الملك المنتصر، والصليب كشف هيدي الحقيقة أكثر من أي شيء آخر في هذه الدنيا. والمؤمن عندما يجتاز الصعوبات والتحديات، وعندما يتألم يجتاز هيدا الألم حتى الموت في آن واحد، هو عم يجتاز هالموت، هو يملك مع المسيح في المجد، لأننا شو مملكة كهنة. فأيها المؤمن، الرب يعطيك عمر طويل وانت وعم تشهد ليسوع المسيح. أحيانا قلت لكم ما راح غشكم، بيعلن لنا سفر الرؤيا إنه شهادتنا تؤدي بنا إلى الاستشهاد من أجل المسيح. وإذا هيدا الشيء حدث، هيدا هو المجد بحد ذاته، هيدا البركة بحد ذاتها.
والمسيح قال ندخله من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون. ما أضيق الباب، ما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويمشي ورائي. والتلاميذ تعلموا من يسوع، وبولس تعلم من يسوع، هو يلي قال مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لي الحياة هي المسيح، والموت هو ربح. لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه. بفيليب 3 لما كان بالسجن مش عارف حاله إذا بدي يموت، قال أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض من أجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. عيش بأمان للرب، حب الرب من كل قلبك. تاريخ الكنيسة، بوليكاربوس تلميذه ليوحنا لما تواجه مع الموت كان عمره 86 سنة، رفض أنه ينكر المسيح، قال اشتوم المسيح من خلصك. قال المسيح يلي خدمته كل هالسنين، يلي حبني وحبيته، كيف ممكن انكر مخلصي الذي فداني. اغناطيوس اسقف سوريا لما تواجه مع الموت، اجا واحد من التلاميذ بده يخلصه، بده يدافعوا عنه، بده يخلصوه، قال رفض هذا الكلام، قال لانه اذا كنت صامتا بشاني يعني ما دفعت عني، قال فأنا كلمة الله يعني شهادة، بعلن شهادة في هذا العالم. ولكن إذا كنت تحب جسدي يعني بدك تخلصني من الاستشهاد فأكون مجرد صرخة. إلا تمنحني أمرا سوى أن أسكب ذاتي أمام الله على المذبح الذي ما زال مهيئا. إن الله قد أعطى أسقف السميرنا أسقف سوريا أن يكون عند غروب الشمس بعد أن دعاه من شروق الشمس، لأنه لأمر جيد أن يتوجه العالم نحو الله وأرتفع أنا إليه. الكنيسة الأولى اختارت الموت مع المسيح على أن تعيش من دون المسيح. اختارت الموت مع المسيح على أن تعيش من دون المسيح. بدي أسألك اليوم، هل تختار يسوع المسيح؟ عم ادعيك تدخل من باب ضيق ضيق، لكن هيك علمني يسوع وهيك عم علمكم. إذا استشهد المؤمن، إياك تفكر إنه هيدا بيعني إنه المؤمن وقع فريسة بين يدي الشيطان. أبدا، لما بيستشهد المؤمن معناته إنه الشيطان وقع فريسة بين يدي ديان الكل، رب المجد يلي بيدين اللي على الأرض وفوق الأرض وتحت الأرض وكل العالم. بشكل تطبيقي بدي أسألك اليوم، أرجوك أنا وعم بختم. سفر الرؤيا يضعنا أمام خيار صعب، أرجوك اسمعني، خيار صعب، ويسألك ماذا تريد أولا، أن تعيش حياتك أو أن تعشق مسيحك؟ تريد أن تعيش أولا أو أن تحب أولا؟ أمام هذه الكلمة، المؤمنين في القرن الأول، مؤمن القرن الأول فهم أنه إيمانه أغلى من حياته. إيمانه أغلى من حياته، يعني إذا أنت عندك كيس ذهب وكيس فضة ولابد لك أن تخسر واحد من الاثنين، شو بتخسر؟ أي كيس فضة؟ ليه؟ لأنه الذهب أغلى. والكنيسة الأولى كانت تفهم أن الإيمان أغلى من الحياة. إذا كان لابد لنا أن نخسر شيء، نختار أن نخسر الحياة مقابل الإيمان الذي لنا في المسيح يسوع. لأن الكنيسة الأولى فهمت أنه محبتنا للمسيح وليس محبتنا للحياة هي الحياة الحقيقية. محبتك للمسيح هي الحياة الحقيقية، مش محبتك للحياة. نعم نحب الحياة، نعم نريد الحياة، لكن دائما رقم اثنين، اولا نحب الرب من كل قلوبنا وافكارنا وعواطفنا ومشاعرنا، وبعدين نحب ان نعيش في هذا العالم ونكون بركه. بالظاهر في تناقض، في خيار صعب. الاستعداد ان نموت من اجل المسيح كدليل للحياه فينا، العالم ما بيفهم هالحقيقه. فانا بدي ادعيك اليوم تتامل بهذه الكلمات. وبدي بالختام نهاية هالمشوار من سفر الرؤيا، بدي أقرأ عليكم رؤيا 21:6-8
وبعدين نختم بالصلاة. رؤيا 21:6-8. ثم قال لي: قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، وأنا أعطي العطشان من ينبوع الماء، ماء الحياة مجانا. اسمعوا منيح أرجوكم، رجعنا لنفس الكلمة: ومن يغلب يرث كل شيء. بدك تورد كل شيء؟ بدك يكون لك حياة أبدية وغناها وفيض بركات الله عليك؟ من يغلب يرث كل شيء، وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. وانتبهوا العدد الثامن في هذا السياق اللي عم نحكي عنه: وأما الخائفون من الاضطهاد. مش خايف فيت يعمل عملية، خايف، الخائفون من الاضطهاد. وغير المؤمنين، يعني الذين يخافون الاضطهاد هو لأنه إيمان فارغ، غير مؤمنين. والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان، وشرحناها الأسبوع الماضي، يلي بيعبدوا الوحش، يلي عم يسلكوا بحسب النظام الشرير اللي كان موجود. وجميع الكذبة، يعني الذين يدعون الإيمان، يعني إيمان مزيف. فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت، الذي هو الموت الثاني، مجاز للهلاك الأبدي. المسيح غلب على الصليب، والمسيح غالب بكنيسته، والمسيح عند ظهوره رح يحقق الغلبة إلى النهاية. هلأ سؤالي لإلنا: هل نحن عايشين إيماننا بشكل صحيح؟ كيف إيمانك اليوم؟ بدي شجعك تعيش بأمانة، بدي شجعك تعيش بأمانة وما تنكر إيمانك حتى ولو في اضطهاد وفي وسط الاضطهاد. هل كلامك شهادة؟ هل سلوكك شهادة؟ هل أعمالك شهادة؟ هل عينيك شهادة؟ هل كل كلمة بتقولك، كل كلمة بتكتبك، كل كلمة بتقدمها للناس شهادة حية؟ كيف شهادتنا؟ يوحنا بيقول: وهذه هي الغلبة، الغلبة على العالم كله، بلخصهم بكلمة واحدة: إيماننا. إيماننا الغلبة الحقيقية، شهادتنا الحية إيماننا. كيف إيمانك، ثقتك بالرب، حياتك للمسيح؟ وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم.